شو لوين؟ عبيروت. اف شو مليتي منها؟ انا ما بقى عندي شي تبقى كرماله. كيف يعني؟ نضال انت وعدتني اذا لانا ما بتقبل فيك بدك. نغم بترجيكي انا فايت بصدمة هلأ، في مجال اطلع منها بالاول بعدين منشوف شو كتب لنا القدر. نضال انت بتعرف انه انا بحبك من زمان كتير، وما خليت طريقة ما عملتها تخليك تحبني او ترتبط فيني. لو ما حبيتني بس بعترف اني فشلت، كرمال هيك قررت فل. اذا بيوم من الايام لقيت حالك بحاجة لإلي فاكيد رح تلاقيني. بدي اعترف لك بشي. بتعترفي بشي؟ شو هو؟ انا يلي خبرت وضحها موعدك بلانا، كان كل همي فشل هاللقاء، كان كل همي انتقم منك لانك مش شايفني وانا قدامك، مش شايف غيرها وهي بعيدة عن عينك وعن قلبك. بخاطرك. طيب استنى انا يرجعوا بابا وماما. لا ما بقى بدي ادخل على الطريق، سلم لي عليهم. نغم 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 طولي بالك شوي. الأسئلة كانت سهلة كثير كثير كثير. لا حبيبي الأسئلة ما كانت سهلة، بس أنت اللي كنت عارف زيادة عن اللزوم. وضاح؟ نعم. كيف كتبت؟ منيح. منيح ولا منيح كثير؟ منيح وبجيب معدل كمان. عن جد عم تحكي؟ طبعاً عن جد عم بحكي. لكان بدي اسمح لناس ينبسطوا بتفشيلي. تفشيلك؟ ليش مين بده يفشلك أنت؟ يعرف حاله اللي بده يفشلني. وما راح اسمح له أبداً. يلا بالإذن. وضاح وضاح. خلص خلص شو تتعب. هلا انتم بدكم تقضوا حياتكم كلها هيك خناق ونكد؟ ما بعرف. مرحبا. اخرت كثير نضال. لك والله يا حبيبتي كان في كثير عجقه. طيب. يلا اطلعي خلينا نقعد بشي محل. لا لا بدنا نضل هون. هون نضلنا واقفين؟ ايه. طيب عندي فكرة. اطلعي خلينا نمشي وفرد مرة أنا بوصلك على البيت. لا لا نضال ما بدي حدا يعرف إني شفتك اليوم. شو صاير؟ ليك نضال أنا ما كتير حلف ودور حوالين الموضوع. أنا بدي أسألك سؤال واحد وصريح. أنت بتحبها للانا أو لا؟ إنه شو السؤال هيدا؟ بدي تجاوبني إيه أو لا؟ إيه بحبها وكتير بحبها. بس كتير منيح. بيهمني الجزء الأول من الجواب، يعني اللي قبل البس. أنت قلت لها مرة للانا إنه اللي بيحب ما بيأذي، صح؟ إيه مزبوط، أنا اللي قلت لها هذا الكلام. بس هلأ لانا عم تنأذى بسببك، وأنت ما لازم تقبل إنه لانا تضل مأذية بسببك. بدك تساعدها لحتى يصير مستقبلها أحسن وتصير حياتها أروع وأحلى. لانا ليش هيك عم تحكي؟ شو صاير؟ من بعد آخر مرة التقيته الأسبوع الماضي. إيه. طلع شايفكم وضحت مع بعض. شافوا انتوا في التقييدات.